قصة دعاء زكريا عليه السلام: ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. هذه الدعوة الطيبة المباركة لزكريا عليه السلام جاءت بطلب عدم وقوع ما يكرهه في أن يكون فردا دون ولد، وهو متضمن لسؤال ربه سبحانه وتعالى أن يرزقه ولدا. وتلك الدعوة فيها من كمال الأدب وحسنه في سؤال رب العالمين. فالعبد يتخير في مناجاة ملك الملوك الوسائل النبيلة التي تليق في الثناء والطلب على ربه الكريم. فقوله ربي لا تذرني فردا، فهنا دعا ربه دعاء خفيا منيبا قائلا: ربي لا تتركني وحيدا بلا ولد ولا وارث. وقوله وأنت خير الوارثين، أي أنت خير من يبقى بعد كل من يموت، فيه مدح له تعالى بالبقاء وإشارة إلى فناء من سواه من الأحياء، وفي ذلك استمطار لسحائب لطفه عز وجل، وتوسل إليه بما يناسب مطلوبه باسمه تعالى خير الوارثين. فاستجاب سبحانه وتعالى لدعائه ورزقه نبيا صالحا سماه يحيى عليه السلام، وجعل امرأته ولوده بعد أن كانت عاقرا، دلالة على كمال قدرته سبحانه وتعالى الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.